قطر للسعودية مبلغ مالي وتكاليف ليلة الزفاف مجانا لمن يتزوج فتاة تجاوزت 35 من عمرها. أقدم أحد ملاك قصور الأفراح بمحافظة القريات على تخصيص قصر مجانا لمن يرغب في الزواج من فتاة تجاوزت 35 عاما، بالإضافة إلى مبلغ مالي يسلم للعريس ليلة زفافه لدعم المقبلين على الزواج وتشجيعهم على القضاء على العنوسة. راح يسكن على حسابه شباب على القريات كلكم القريات.